سنة جوزو هي لايف كوتش وبتطرح موضوع الخيانة بالعلاقة وأسباب أخف نبضي ما بعرف ليه إيه؟ الموضوع وكيفية مواجهتها بمنع حصولها أو في التعامل مع تداعياتها. سنة أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. هاي شو الموضوع؟ شو الموضوع؟ موضوع تابو، ناس كتير بيتجنبوا يحكوا فيه، وأنا كلايف كوتش جاية لأحكي مع الصبية اللي قالت لي لما بي خان أمي حسيته عم بخونني. للبنت اللي قالت لي أنا ما زعلت من بي إنه خان أمي، زعلت على أمي. بس إذا أمي خانت بي رح أزعل منها. عم بحكي عن الصبية اللي بكرة رايحة تطلق لأنه جوزها خانها، ولما قالت لا حرمة من أولادها، حرمة من بيتها، حياتها كلها راحت. ليش؟ لأنه قالت له لا. عم بحكي عن مرة لما شافت جوزها عم بخونها وخبرتني عن كيف بتنزل المي السخنة بتنزل، حست فيها. عن كتير نسوان، عن كتير رجال للأسف كمان صارت الخيانة عند النسوان، قربت تتساوى مع الخيانة عند الرجال من وراء الانفتاح وأفكار. وصار وقت نقول إنه هاي مشكلة. والغريب إنه كل الأديان بتحرمها بس منشوفها ومنشوفها كتير بكثرة. عملوا دراسات عن أكثر 10 دول فيها خيانة. أول دولة كانت تايلاند 56%، من بعدها بتجي الدنمارك 47%، إيطاليا، ألمانيا 45%، فرنسا 43%. للأشخاص اللي اعترفوا. استغربوا الأوروبيين إنه ليش الدول العربية مش موجودة بين أول عشرة. لأنه نحن ما بنعترف. بس هو تابو يمكن لأنه الست بتحس حالها من هنا، ذاتس واي ما بتحكي بالموضوع. شيء بيصغرها يعني. إيه؟ مزبوط، بيصغرها وبتستحي حتى بينها وبين حالها وممكن تتدمر. بس أنا إذا خانة مش يعني هي ما عندها ما عندها كل النقاط الكافية. ما عندها نقص. To please. Exactly. Yes. مش بس يعني في كتير ناس بحسوا بالنقص ورح نحكي عن هالموضوع. Yeah. خلينا نحكي عن أسباب الخيانة. أكيد في إلها أسباب، في أشياء لما منعرف شو المشكلة يعني كأنه حلينا نص المشكلة، صح؟ سو في كتير ناس مش عارفين انه عندهم انه الخيانه مشكله وصارت معودين عليها، حتى صاروا بيقولوا طبع الخيانه، طبع هذا طبعه خاين. ما في شيء اسمه طبع، هذا شيء نحن بنكتسبه من اور اكسبيرينسز، بنكتسبه من افكار سمعنا عنها. سو اول شيء رح اخبركم عن قصه سامي، حكي عنه ستيفن ميتشل. اوكي، سامي كان صغير، كان كل النهار يروح يظهر ويكتشف العالم ويرجع عشية على البيت عند أمه، يحس بالأمان وينام. كبر سامي ودله بالنهار يروح يكتشف العالم ويرجع بالليل على البيت يحس بالأمان وينام. شو هالشي الغريب والتناقض عنا كلنا؟ قديه منحب الاستقرار وقديه منحب التنوع، قديه منحب الأمان وقديه منحب المفاجآت، قديش منحب السيرتنتي اليقين وقديه منحب الانسيرتنتي المجهول. هول حاجات عند كل انسان فينا، مثل 6 حاجات حكي عنهم توني روبنز. رح احكي اونلي عن الاشياء اللي بتتعلق بالعلاقات بين الاشخاص. سو الامان هو حاجه عنا، نحن بدنا نحس بالامان بالعلاقات. المرأة بدها تحس بالامان مع الشخص اللي هي معه، انت لإلي كل الحياه، وهو كمان بده يحس بالامان معه. يمكن الأمان ياخدوه من مطرح مادي معنوي، كل حدا بيشوف الأمان من وجهة نظره، كل حدا من وراء experiences كمان. شو هن هالحاجات؟ قبل لا أحكي شو هن هالحاجات لتقدر لتوصل الفكرة واضحة مظبوط. هالحاجات وقت اللي بيجوع الواحد شو بيعمل؟ بيأكل. سو الجوع هو الحاجة. شو بيأكل وكيف بيأكل هو الفاليوز اللي بده يوصل لهم، الكور فاليوز، والديبندز على معتقداته كيف بيوصل لهم. اوكي؟ سو نحن عندنا جوع للامان. عم نفتش على الامان.
رح اعطي اكزامبل كيف نحن الجوع اللي عندنا بناخده او بطريقه منيحه او بطريقه مش منيحه. الامان هو عاده انه نقرب للبلاجر للمتعه ونبعد عن الالم عن البين دائما بكل لحظه بنعملها نحن هيدا الشيء اللي بدنا نعمله. سو انه الواحد يكون بده الامان الصحي شو بيعمل؟ في ناس بيروحوا بيلعبوا رياضه. قديش في ناس بيكون عندهم متعه هن وعم يعملوا سبور؟ ليش؟ لانه بهاي اللحظه عندهم الامان انه صحتهم كثير منيحه، قلبهم عم يدق مزبوط، تنفسهم مزبوط، البلاد سيركيليشن ماشي. غير ناس بياخذوا الامان بغير مطرح، مثل الدخان. اذا قلت لك بياخذوا الامان بالدخان رح تستغربي. لا مزبوط. بس هو الواحد بس يعصب شو بيصير فيه؟ بينقطع نفسه. بالدخان بتكوني عم تنظمي نفسك، الاوفر ايتينج. لما بحس الواحد ما في امان بيروح على الاكل الزايد. هيدا الاكل بحس معدته عم تمشي، الدم عم يمشي، ام الايف. سو هاي الحاجه، هيدا الجوع عم ناخده او بمطرح صح او بمطرح غلط. الاربع حاجات الاساسيه اللي بنطلبهم بالعلاقه كلهم بنطلبهم اكيد، بس ثاني وحده اللي هي المجهول. نحن كمان بحاجه للمجهول. سو الروتين اذا بدنا نعرف كل شيء شو بده يصير هلا شو بده يصير وبعد شوي شو بده يصير وبكره ملل اكيد الملل. سو هذا الروتين في حاجه المجهول او التنوع هي اللي بتكسره. سو الناس شو بيصيروا بيعملوا؟ عم ياخذوا الامان من البيت، عم ياخذوا التنوع من غير اشخاص. هذا الغلط، البيليف الغلط اللي هو رح احكي عنه السبب الثاني. اوكي، اذا منجرب نوظف حاجاتنا، اذا عرفنا اصلا انه عندنا هالحاجه، اوكي انا بحاجه للتنوع، بحاجه للمفاجات، بحاجه ل سيربريز، بدي غير، بدي شو بعمل؟ اذا اعترفنا فيهم سنة لانه كتار بيتخبوا وراء اصبعهم ما بيعترفوا بالاشياء. مش ما بيعترفوا، ما بيكونوا عارفين اصلا انه عندهم اياها هالحاجه. سو جينا عم نوضح. اوكي، توني روبنز حكى عنهم الحاجات الاساسيه عند الانسان، امان، المجهول، اللي هو كيف فينا نحطه بالحياه بالكابلز. فينا رح اخبركم عن قصه صغيره عرفت عنها. مثلا كانت عم تخبرني انه هن ومخطوبين كانوا كل الوقت يجيب لها هدايا يجيب لها هدايا، قالت له بليز خلص انه ما في ضروره وتجوزوا بلا الهدايا. لا وصلت لمطرح حست بالملل، راحت بعثت له كادو وبوكي ورد على الشغل، وهن بعايشين بهذا الروتين. هو بالنسبه له عملت له شوك، ما خلى حدا ما خبره ورجع على البيت مبسوط، وبذات الوقت هي كمان استفادت. سو هذا شيء كثير مهم، هيدا الملح والبهار. مثل ما في مشاكل صغيره كمان في اشياء صغيره بتصلح، ممكن سفرات يسافروا سوا، عرفتي اكتيفيتيز ينبسطوا فيها سوا. ثالث حاجه اللي هي الحب، وهون رح احكي عن الحب كيف ممكن يتغير لما المرأة تصير أم، تصير بتاخد دور الأم مع الأولاد ومع زوجها، والإنسان بحاجة لحب. لما بيصير يحس الرجال أنه مش عم تهتم فيه. لما بنت كانت عم تخبرني أنه صارت مسؤولة عن إخواتها، لأنه بيها وأمها وقت اللي بلشت صارت الخيانة انسحب، رفضوه كلهم بالبيت، صارت الأم عم تشكي لبنتها عن مشاكل جوزها، سو فاتت بالموضوع وصارت مسؤولة عن الأخوة. هاي الأدوار اللي بتتخربط مرات لازم يفهموا الأولاد، مش يفهمون، لازم يحسسون، وأصلا لازم يكون في هيدا الحب اللي عم بيوضحوه لبعضهم، إنه رجال ومرأة كابل والولاد ولاد. واخر حاجه اللي هي التميز، قديش المراه بتحب انه الشخص اللي هو معها يشوفها وما يشوف حدا غيرها، او بذات الوقت كمان الرجال بده يحس انه المراه شايفته ومش شايفه غيره. بس هون مش عم نطلب المستحيل كمان، يعني انه بعد 20 سنه 25 سنه 30 سنه 40 سنه يعني اوكي ازت ناتشرال، يعني ازت دوبل، ازت قديه سامعه عن كابل ناجحين؟ ايه انا اخر كابل عرفت فيهم تيتا وجده.
يعني هديك الجنريشن سو بتشوفي انسان ناجح هديك الجنريشن بتشوفي انسان هيومن نيتشر لحظه حقلي بتشوفي انسان ضايني هالقد بتشوفي انسان ناجح بتشوفي رسام ناجح بتشوفي مقدم برامج ناجح بس تشوفي كابل ناجح نادر لانه ما في مدرسه تعلم وفي مشاعر وبده شغل كثير وفي مشاعر واهم شيء المشاعر المشاعر اللي بتربى معنا وبتصير مثل العاده ما هي كلها نتائج نحن المشاعر اللي عم نحسها هي نتائج اشياء نتائج افكار والسبب الثاني غير الحاجات اللي هو نحن شو بنعتقد نحن شو معتقداتنا لما بيكون الاكزامبل الناجح اللي هو الرجال النسوانجي القوي المبسوط بيربى الواحد على هالفكرة شو بيصير معه؟ صار مفكر انه الرجال القوي هو اللي بيظهر معه أكثر من مرة والرجال المبسوط هو اللي بيظهر معه أكثر من مرة اليوم بعد ما في عنا كيسز كتير بينحكى فيهم انه ماما خانت بابا هلأ بلشت هالقصة تزيد اوكي بعد 10 سنين اذا بقينا بهالحاله رح يجوا يخبرونا هلا في امرار السبب الرئيسي اللي بيدفعك انك تتزوجي هو الغلط اكثر من فكره الزواج بحد نفسه يعني شو اللي خليك تروحي تتجوزي هل لانه صرتي بعمر لازم تتجوزي هل لانه انت عم تبحثي على شيء معين هل لانه هربانه من بيتك بدك تتجوزي مشان هيك بصير هنيك الخيانه معقوله تكتر من الميلتين لأنه السبب اللي بني يعني ما بني على باطل فهو باطل 100% فالسبب اللي خليك إنك تتجوزي هو اللي غلط مش الزواج بحد نفسه لما يكون الخيار لتغطي نقص عندك إيه بس ساعتها الخيانة بتكون مبررة ساعتها العلاقة كلها غلط ما لما الواحد هيدي بدي أحكي عنها بس تأحكي قبل عن الفاليوز ونرجع نحكي عن هذا الموضوع لأنه هذا أساس الموضوع أكيد أوكي رح أحكي بس عن القيم اللي هي نحن قلنا جوا والأكل وكيف منوصل لهالأكل وشو هو هالأكل أوكي رح أحكي مثلا ليش الإنسان في ناس بيكذبوا وضميرهم عم بيأنبون وفي ناس بيكذبوا عادي ما كانوا عملوا شيء لأنه اللي بيكذب وضميره بيأنبوا معناتها أنه عنده قيمة الصدق الصدق هو قيمة عنده الكذب منا قيمة الصدق قيمة اللي ما عنده مشكلة هو اوريدي ما تعلمه يعني هو اللي كانوا امهم تقول لهم قولوا له لبيكم هيك هيك وهي عم تكذب او ما اخذوا الصدق قيمه سو نحن اول شيء عندنا حاجاتنا من جوا اللي هو جوع هو اللي نحن دائما بدنا نشبعهم بس بدنا نعرف بشو نشبعهم بيرجع البيليف سيستم اللي عندنا نحن عشو كيف معودين نفكر واخر شيء عندنا هاي المشكله اوكي سؤالك اللي بدي جاوب عليه اللي قبل ما نبلش بعلاقه اول شيء اهم شيء نكون نحن كاملين يعني اذا انا عندي هالحاجات وانا عرفتهم اوكي كيف انا بامن الامان لحالي كيف بعطي الامان لحالي كيف بحب حالي ما اذا انت ما بتحبي حالك مرات ما بيجي وقت بتكوني معصبه ومش طايقه حالك حدا بحبك بهالوقت ما حدا بحبك بس هيدي بدها ماتشوريتي كثير لا 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 بالعكس لما نبلش نغير طريقة تفكيرنا ونبلش نعرف شو في عنا أشياء حلوة وشو في عنا أشياء قايمة ونحط أهداف ونمشي عليها بنصير نحن كل ما بنوصل منحقق مطرح نحن منحب حالنا أكثر بس هل الإنسان هو مخلوق سلف إذا بدك يعني مكتفي بنفسه ولا هو السوشيال كريتشر ما في يعيش لوحده وهو بحاجة لدعم من هون ومن هون ومن هون ايه بحب حالي اكيد بس انا ما بيقديني احب حالي اذا ما حدا بحبني ايه بوثق بحالي اكيد بس انا ما بيقديني اذا ما غيري بيوثق فيي عرفت شو قصدي نحن فاضي بنقول we live in a community otherwise نحن بحاجة لل والconnection هي هاي الحاجة اسمها love connection اكيد نحن بحاجة لحدا تاني مرات في ناس بيجيبوا كلب لانه بدهم حدا اكيد طبيعي بس لما بتكوني انت شغلة على حالك بالاول يعني ما عندك مشكلة اصلا تكوني لحالك بتكوني عم تشوفي الاشخاص مش هالقد بيأثروا عليك لا منك بحاجة حدا يعطي رأيه فيك أو يدعمك أو يساعدك لما بتكوني قوية صدقيني فيك توصلي لها مش أكيد. رأيه سنة بدنا حب واهتمام الحب هيدي حاجة
ما حدا يعطي رأي. حب حاجة بس قبل نكمل حالنا، يعني لما بتحسي حالك أنت مميزة ناطرة لحدا يجي يقول لك إنه إيه بنبسط فيها بتنبسطي إيه. بس ما إذا حاسة حالك مش منك مميزة ويجي حدا يقول لك مميزة شو بتعملي؟ بتصدقي؟ لا ما بتصدقي إيه. سو أول شيء بنشتغل على حالنا والحياة الكابل كل حدا عنده حاجاته، إذا هو أخذ حاجاته لحاله هو عنده أهدافه وماشي فيها وهي عنده أهدافه وماشي فيها، حابين حالهم عارفين حالهم مين هن، الكونكشن بيناتهم حلو، اللوف بيناتهم حلو، بيدعموا بعضهم بيساعدوا بعضهم ليوصلوا لأهدافهم. طيب بنهاية حديثنا سنة لأنه مع أنه مرقت الوقت إيه إكزاكتلي لأنه كثير عم ناخد شرح بس منطالب فيك لمرة تانية أكيد كونكلوجن شو بتعطي نصائح للكابلز اليوم يلي عندهم كثير من المشاكل غير كل شيء نحن ذكرناه؟ خلينا نحكي يعني خيانة لأنه نكفي شوي هذا الموضوع. أهم شيء الكوميونيكيشن، الصراحة والتقبل. لما بحس عندي نقص بهيدا المطرح أجي خبر ماي بارتنر أنا هيدا الشيء زعجني. بس خليني أعطي إكزامبل صغير، مبارح كنت عند ناس هولي من أحلى الكابلز اللي بعرفهم عم يتخانقوا على العشاء وعلى شيء بلا طعمة. شو طلع؟ أنه قالت له كلمة بنص المشكلة قطعت وما حدا سمعها، إيه ما كنت مع رفقاتك البنات. مرات المشاكل بتطلع بمطرح تاني لما الواحد يفهم يعرف أنا معصب ليش، حسيت نقص بالأمان. ما هي بحس الواحد نقص بالأمان بوقتها بجن بصير عنده أنجر. لا، خلينا أول شيء نكون صريحين مع حالنا لنقدر نعرف نعالج الموضوع. يعني لا أنه عم نحكي عن الخيانة، بدل ما لما بديك تصارحي عرفتي، بدل ما تقولي له كنت مبسوط معه شو كان ناقصك شو ناقصني ما عنده أو هالأسئلة، لا حولوا الأسئلة لعندكم. يعني فكرت فيه أنت ومعه، شو حسيت أنت وراجع على البيت؟ أنت معي كرمال البيت ولا كرمالي؟ رجعوا فوكسوا على حالكم. قد ايه في الواحد يصلح الحياة الزوجية مثل ما حياتنا ورشة. أنتوا بتزهقوا من حالكم؟ شي حدا بيزهق من حاله؟ نو. لما بيكون عارف انه هيدا البارتنر خلص ماي بارتنر فور ايفر، مالي ورشه وبده يضلوا عم يشتغلها ويضلوا يجددها بشغلك. اذا ما تطورتي بتموتي بحياتك، اذا ما تطورتي بتموتي وبالعلاقه. سنة بس فيس فيرسا، يعني ما فيك تشتغلي لحالك. اكيد. ما هاي كوميونيكيشن كوميونيكيشن عن جد، يعني صار لازم، في كثير على السوشيال ميديا، في كثير كتب، لازم نتعلم كيف نتواصل مع حالنا قبل وبعدين نتواصل مع العالم. بس الواحد يتصالح مع حاله بيتصالح مع الكل. مشكورة لوجودك معنا وشكرا على سكتنا وسمعنا لها يعني عشوية. انبسطنا فيك كثير سنة الجوز، واهلا وسهلا فيك حضرتك لايف كوتش، وانبسطنا بوجودك اكيد. اهلا وسهلا فيك.